نبدأ بالبيت. دخل العبد فقال بسم الله السلام عليكم. قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. برا البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي وابو داود وغيره إذا خرج العبد من منزله فقال اسمع بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أجابه منات أن هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. قال فيأتيه شيطان آخر فيصده شيطان فيقول ما بالك برجل قد هدي وكفي ووقي ما لك عليه طريق مهدي. هديت من ماذا؟ من كل ضلالة، ضلالات الشهوات وضلالات الشبهات، ودنيا الناس اليوم مليانة شهوات وشبهات. وكفيت اللي طالع من بيته عنده أشياء يبي يقضيها، مريض، معاملة، مقدم على شيء، كفيت. أليس الله بكاف عبده؟ وفي وقاية يقيك من ماذا؟ لا تدري ما خبئ لك في القدر، أنت وهلك وفي سيارتك أخطار وحوادث، أنت ضامن على الله أنك مكفي. وتنحى عنك الشيطان، إبليس شاش الشرور قد صد عنك وتنحى عن الطريق الذي أنت فيه. الناس تخرج من بيوتها، كل الناس قالوا هذا الدعاء، إيش يصبح المجتمع؟ في هداية وكفاية ووقاية، وإبليس متنحي عنه. لكن حنا إذا قصرنا في أنفسنا ولم نحفظها لن نحفظ، ولذلك هذه من وسائل الحفظ. احفظ الله يحفظك، علم عيالك، علم أهلك. تركبون السيارة طلعت من البيت، ها وش نقول؟ بسم الله توكل، وشجع اللي يقول، وكافئ اللي يقول، البنت، الولد، الزوجة. الليل يقول النبي إذا أوى أحدكم إلى فراشه وقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح لا يقربه تلك الليلة شيطان. خواتيم سورة البقرة كفتاه إذا قالها مساء. قيل من ماذا؟ قيل من الأذكار، من قيام الليل، من الدعاء. هي المباركات هاتين الآيتين فيها كل الخير، ما تحفظها احفظها. وش عندك؟ هذا دين، أنت تريد ربح بدون أن تبذل، إذن كيف تكسب؟ أعظم كسب الاطمئنان، الإيمان، الحسنات، الحياة الطيبة، فلا نحيينهم حياتنا إيه؟ طيبة. هذا الحياة الطيبة، توحيد والاستقامة ولزوم الطاعة والجماعة والبعد عن الشهوات والشبهات والاستقامة على الدين، هذا هو. والنهار إذا صلى العبد فذكر الله ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة كانت عدن 4 من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك. والله إن العبد يجد أثر هذه الأذكار وهذه الأدعية عندما يمشي. أنا انتهينا من إبليس، الله يكفينا وإياكم شرًا.